السيد رئيس الوزراء، الفيديو كونفرنس للافتتاحات سيبدأ الآن. اتفضلوا. مستشفى كوم حمادة التخصصي، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير سيادة الرئيس. دكتور أحمد الفي، مدير مستشفى كوم حمادة التخصصي. المستشفى مقامة على مساحة 3100 متر مربع أرضي زائد 5 أدوار زائد مبنى الخدمات، بإجمالي مساحة إنشائية 16000 متر مربع، بإجمالي تكلفة إنشائية وأنظمة 312 مليون جنيه، بالتجهيزات الطبية وغير الطبية موردة من وزارة الصحة والسكان بالاشتراك مع صندوق تحيا مصر بتكلفة حوالي 458 مليون جنيه. المستشفى تحتوي على 252 سرير نوعي، منهم 20 سرير عناية، 22 حضانة، 40 مكنة غسيل كلوي، 110 سرير داخلي، 6 غرف عمليات، 15 سرير إفاقة، 16 سرير طوارئ، زائد 20 عيادة خارجية، بالإضافة إلى أقسام الأشعة، المعامل، الجهاز الهضمي، العلاج الطبيعي والأسنان. المستشفى مشاركة في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، الكشف المبكر عن أورام القولون، الأطفال المبتسرين، القضاء على فيروس سي وتنظيم الأسرة. المستشفى تخدم حوالي مليون نسمة من سكان محافظة البحيرة. تمام سيادتك.